السؤال اللي كتير جدا ما بيبقوش عارفين الإجابة عليه، وهو الرسم من صور غلط ولا لأ، هو هيكون موضوع الفيديو النهاردة. فأتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للآخر، لان هو الموضوع إجابته مش بسيطة، وكمان فعلوا التنبيهات عشان دايما توصلكم الفيديوز الجديدة على المرسى. لكن انا هتكلم في البداية عن الجزء الخاص بالمبتدئين، لانه ما ينفعش نجاوب على السؤال ده اجابة مطلقة ونقول ان الرسم من الصور هو حاجة غلط او هو حاجة صح. ايه الفرق في البداية ان انا ارسم من صورة او ان انا ارسم من حاجة قدامي؟ لو انا مثلا جبت كوباية عشان ارسمها من صورة، انا مش شايفة الابعاد كلها بتاعة الصورة دي، مش شايفة العمق بتاعها. لكن لو انا حطيت الكوباية دي قدامي، فانا ببقى شايفة ابعادها من كل الاتجاهات، لان الصورة بتبقى عبارة عن حاجة مسطحة 2D، لكن الواقع اللي احنا شايفينه قدامنا هو 3D. ده يقودنا بقى للمشكلة اللي عند كتير من المبتدئين، ان هم رسمهم بيكون كرتوني او مش واقعي. فده ليه؟ لان هما بيسطحوا كل حاجة بسبب ان هما بيبقوا بيرسموا من صورة، مش مدركين للابعاد المختلفة للواقع اللي قدامهم. إذن الإجابة المبدئية هي أن الرسم من صور للمبتدئين هو حاجة غلط، لأنه ببساطة جدا عشان نرسم صح احنا لازم الأول نكون قادرين أن احنا نشوف صح ونحلل الحاجة اللي شايفينها قدامنا بطريقة أكاديمية ومنهج سليم بناء على أساسيات بندرسها، وبالتالي نقدر أن احنا ننقلها على سطح الورقة بشكل واقعي، ونقدر أن احنا نخدع عين المشاهد ان هو شايفها واقعية من خلال الظلال، من خلال المنظور، من خلال البعد بين العناصر المختلفة، الحاجات القريبة والحاجات البعيدة، النسب المختلفة كمان اللي احنا بنراعيها. كل الحاجات دي احنا لو اتعلمنا ان احنا ننقلها صح من الواقع، نقدر ان احنا نطبقها على الورقة بشكل واقعي. وده كمان ببساطة نقدر ان احنا نبتدي نتعلمه من خلال تدريبات اسمها الطبيعة الصامتة او الستيل لايف. انا عملت عنها سلسلة قبل كده، فاتمنى ان انتوا تشوفوها وتتدربوا عليها، لان دي اكتر حاجة هتساعدكم ان انتوا تبدأوا تتعلموا الرسم بالاساسيات الصحيحة، وما تلخبطكوش قوي في موضوع البورتري وحتة الشبه، وان انا لازم اجيب ريفرنس كويس. فدي بداية كويسة لاي حد حابب ان هو يتعلم الرسم. هسيب لكم اللينك بتاع السلسلة دي في الديسكريبشن بوكس، فياريت ان انتوا تتفرجوا عليها وتبدأوا تطبيق عليها. الجزء التاني هو خاص بالناس اللي مستواهم متقدم شوية. هل غلط ان انا استخدم الريفرنس في الرسم بتاعي او ان انا ارسم من صور؟ برضو الاجابة مش مطلقة بانه دي حاجة صح ولا دي حاجة غلط. خلينا نتفق في الاول انه المصور لما بيصور صورة معينة او بيصور موديل معين، هو بيبقى حاطط مجهود وفكرة معينة في دماغه، بيبقى حاطط تكوين، بيبقى حاطط مصدر اضاءة، بيبقى لقط المشهد بطريقة معينة بتعبر عن رؤيته، يعني كأنه هو اللي رسمها. فلما انا اجي اخد الريفرنس ده زي ما هو بالظبط وانسخه، ابقى انا كده اخدت حقوق الملكية الفكرية بتاعة المصور ده. المفروض انه الشخص اللي مستواه متقدم بيستخدم الريفرنس ك جايد او حاجة بتساعده ان هو يطلع بفكرة مختلفة، او يبني على الفكرة اللي هو شايفها قدامه في الصورة لو خياله مش مساعده ان هو يبنيها من البداية اصلا من الصفر. يعني انا مثلا لما باجي ارسم بورتري من ريفرنس، لازم الرؤية بتاعتي او الخبرة والمجهود بتوعي والستايل بتاعي يظهر في الحاجة اللي انا برسمها. هوريكم دلوقتي في المثالين دول انا ازاي استخدمت ريفرنس بدون ما اتعدى على حقوق الملكية، ولكن عشان اطلع بافكار خاصة بيا ما بقاش نقلها او مقلداها من حد. في البداية مثلا البورتري ده، لو انا ما عنديش مثلا صورة حد كبير او ما عنديش موديل لشخص كبير وانا عايزة ارسم كاركتر مختلف، بالتالي انا بلجأ ان انا استخدم صورة. ولكن الفرق بين الصورة اللي انا استخدمتها وبين التكنيكس والطريقة اللي انا طلعت بيها الشغل تضمن لي ان انا اكون اضفت البصمة الخاصة بتاعتي واستخدمت الالوان زي ما انا متعودة ان انا استخدمها، ودي حاجة انا اكتسبتها طبعا بالخبرة والوقت والمجهود. فبالتالي انا اضفت قيمة مختلفة للريفرنس اللي انا شايفاه قدامي، وما تعددش على حقوق الملكية الخاصة بتاعة المصور. النموذج التاني، انا مش بس اشتغلت على التكنيك، انما انا اشتغلت على تجميع مجموعة من الصور. ان انا استخدمت صور الفيجرز دي، او يعني صور لاشخاص. اكيد مثلا انا ما عنديش الامكانية ان انا اصور بنت طايرة او بنت بتقع مثلا، ما عنديش الامكانيات ولا الموديل اللي ممكن ان انا اطبق من خلالهم الفكرة دي. فبالتالي ابتديت اجمع الصور اللي انا محتاجاها عشان انفذ الفكرة بتاعتي، وبعدين ابتديت ان انا اعمل سكتش مبدئي للفكرة دي. كده انا استخدمت صور وبنيت بيها كونسبت مختلف خالص من الصفر.
ده هيخليني برضو ارجع لجزئية المبتدئين. هل المبتدئ لما هيشوف قدامه ريفرنس هيقدر ان هو يحط الستايل بتاعه هو اصلا مش قادر يرسم الاساسيات بشكل صح؟ لو انا مثلا شفت بورتري، هل ان انا اقدر اضيف فكرة او اضيف ستايل او حاجة مختلفة في الالوان وفي التضليل عن اللي انا شايفاها قدامي لو انا لسه حد مبتدئ اصلا؟ اكيد لا طبعا. فعشان كده انا بقول انه استخدام الريفرنس لحد مستواه متقدم وسيلة مساعدة ان هو يطور من الافكار بتاعته وان هو يطبق الاسلوب بتاعه. فاذا افضل تدريب لحد مبتدئ هو يتعلم ازاي يشوف الواقع وينقله على سطح الورقة، وافضل تدريب لحد مستواه متقدم ان هو يشوف ريفرنسز كتيرة ويتعلم ازاي ان هو يعمل لها اعادة صياغة بالمهارات والخبرات اللي عنده وباسلوبه المختلف اللي هو بيوصله مع الوقت. طبعا انا ما اتكلمتش بقى على جزئية ان احنا ننقل رسم حد تاني، او مثلا انا بجيب سكتش لحد معين من بنترست، بالتحديد بنترست عشان في ناس كتيرة بتعمل كده، واروح نقلة الرسم بتاع الشخص ده. ده بقى موضوع تاني انا حابة ان انا ان شاء الله اتكلم عنه في فيديو تاني. واتمنى فعلا انه نحترم مجهود غيرنا سواء في الصور او في الرسم او في الفن بشكل عام، ان احنا نحافظ على حقوق غيرنا عشان بعد كده محدش يجي ينتهك حقوقنا احنا ويسرق مجهودنا او يستفيد منه بشكل تاني. ما تنسوش تشوفوا تدريبات الطبيعة الصامتة اللي انا اتكلمت عنها، وكمان هسيب لكم لينك انا عاملاه على بلوج المرسم مرتبة فيه الخطوات اللي انتم ممكن تبدأوا تتعلموا من خلالها ازاي ترسموا من الصفر. فاتمنى ان انتم تشوفوه، ولو عندكم اي اسئلة او اقتراحات اكتبوها لي في الكومنتس. وشكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.